معقول هو هنا كمان؟ تلفزيون، سينما، مسرح، مش عارفة الاقيه فين كمان. تخيلي بقى، هو محبوب جدا ومرزق جدا، وحتى هنا النهارده هو معانا. طبعا كل الناس دلوقتي عرفت انا هتكلم على مين. هنتكلم على مين؟ هنشوف دلوقتي. ايه ده؟ الرئيس طلع موجود هنا فعلا؟ انا افتكرتهم بيقولولي كده عشان يشجعوني، عشان قلتلهم اللي انا بحبه او عاوز اتكلم قدامه. انا كمان افتكرت ان هم قالولي كده عشان يشجعوني، عشان عرفوا ان انا بحبه قوي. وبصراحة كنت متفق معاه اللي انا اقول سعر، بس حصل لي موقف ألسم السعر حبيت اقوله لكم. اتفضل يا حبيبي اتفضل. وانا جاي اقابل حضرتك يا ريس، فقلت بلاها مواصلات واركب تاكسي. وانا سواق التاكسي. انا هقوم بدور سواق التاكسي. على فين يا حماده؟ رايح اقابل الريس. لا اله الا الله، واحد الله يا ابني كده. لا اله الا الله، محمد رسول الله. بقول لك ايه، انا مش ناقصك على الصبح، ولا انت عاوز تزوق من دفع الاجره؟ لا بصراحه بقى عاوز اسوق من دفع الاجره. طب خد بالك، في لجنه مقابلانا. اوعى الظابط يقول لك انت رايح فين يا حماده، تقول له رايح للرئيس، انا عندي عيال يا ابني. ومتراكور في مسلسلين. اتفضل. حاضر. وانا واحنا ماشيين في الطريق قابلتنا لجنه، حضرة الظابط قال لنا على فين؟ رايح اقابل الريس. مشينا بسرعة يلا. وفعلا الظابط مشانا. قول لي بقى يا حمادة. نعم. أنت رايح تقابل الريس ليه؟ هو حضرة أنا مش رايح، هو أنا بصراحة رايح أقابل الريس، عشان حضرته مش جاي مش جاي لحضرتي، جاي لإخوات سوق القدرات الخاصة، عشان يتعامنا ويتعامنا ويحضر حفلتنا ويسانتنا، وكمان بيعرف انجازاتنا، وكمان ربنا يخليه لينا ويكرمه، وربنا يجينا كل سنه. امين يا رب العالمين. بقول لك ايه يا حماده؟ ما تيجي نشاور دلوقتي نعمل باي باي لسواق التاكسي عشان يعرف ان احنا واقفين قدام الرئيس. شاكرين يا فندم جدا.